السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا، اتأخرت عليكم كتير عشان نبدأ نعمل فيديوهات زي ما كنا بنعمل زمان، إن شاء الله الفترة الجاية يكون في فيديوهات كتير بإذن الله، وأتمنى إنها تعجبكم وتكون مفيدة للناس كلها إن شاء الله. النهاردة هنشرح تكنيك الكزامى الذكي بأكتر من طريقة، أول طريقة هنعملهم بخطوة واحدة. تاني طريقة هنعمله بخطوتين، تالت طريقة هنعمل الكياج الزمي، رابع طريقة والخصم بيهد انت بتقفل معاه، انت بتقفل معاه، تعالوا مع بعض نشوف.